بينما تسير إفس على الخط الرفيع بين الموت والحياة، من ناحية أخرى تتعرض فوليا لخطر فقدان توأمها. محمد أمير في معضلة كبيرة، هل سيبقى مع إفس أم سيهرب إلى فوليا الحامل بتوأمه؟ يثير موقف محمد أمير من هذه القضية جدلاً جدياً في عائلته ويزداد التوتر. عندما تشعر إفس بالتحسن، تغادر المستشفى حيث تعالج، رغم كل اعتراضات الأطباء. عندما تحاول هوليا واو إفسوني التغلب على الأمر، تتعرض بهار لخطوة لم تتوقعها أبداً. التوتر المتصاعد في المنزل يجعل محمد أمير يتخذ قراراً خطيراً للغاية بشأن أخته هوليا. يقرر سلطان القيام بنزهة مع جيرانه على تلة الخشخاش لرفع معنويات إفس والشعور بالارتياح. أثناء قضاء ساعات جميلة ومبهجة في النزهة، يعرف محمد أمير حقيقة صادمة من طبيب إفس. تعاني ابنتها الوحيدة إفس من مرض خطير لم يتوقعه أحد، ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة في أسرع وقت ممكن. عندما يتصل محمد أمير لتحذير إفس، قد يكون الوقت قد فات. عند وصولها إلى المطار، تشعر إفس بخيبة أمل كبيرة عندما لا تستطيع ثني أختها بهار عن الذهاب إلى قبرص. من ناحية أخرى، تتلقى فوليا أفضل أخبار حياتها، إنها حامل. بينما يملأ هذا الخبر فوليا وهوليا بالفرح، فإنه يدمر مرة أخرى ثقة حسرة في الحب. بعد رحيل بهار، لا يستطيع أحد الوصول إلى إفس لفترة طويلة. عندما يتم العثور عليه، فهو ليس هو نفسه ويتحدث باستمرار عن بهار. تقول بهار إنها لا تريد رؤية إفس مرة أخرى، ومع ذلك هناك شيء لا يعرفه بهار. في الوقت نفسه، يخبر الطبيب في المستشفى أقارب إفس أنه يمكنهم القدوم لرؤيتها للمرة الأخيرة، لأن كل الأمل قد فقد ووصلت إفس إلى نهاية الطريق. خطط هوليا لمحو إفس من لقب أتهن إلى الأبد جعلتها تبدو مظلمة. غضبها غير المنضبط سيختبرها بأمومتها وسيؤذيها بشدة. يصبح هذا الوضع فرصة ذهبية للسلطان الذي يريد إبقاء أعدائه نصب عينيه من خلال التقرب من إفس. هذه المرة تفتح أبواب القصر للسلطان، والسلطان الذي يستقر في المبنى الخارجي لا يتأخر في تحركاته. بينما يستعد محمد أمير عشية الطلاق من فوليا لتحمل آلام سنواته الضائعة والبدء من جديد مع حسرة، فإن أخبار حمل فوليا ستجر محمد أمير إلى معضلة لا تنفصم. يقرر أتيش وبهار وضع حد لكل الألم الذي مر به وبدء حياة جديدة في مدينة أخرى، ولكن دون الأخذ بعين الاعتبار أفسون التي لا تكتمل بدون بهار. مرت نوران ديميرجي من منحدر جيلينبيك، لكن آثارها جعلت مكانها معروفاً للجميع. كان ينبغي لبهار وإفسون اللذان دمرهما فقدان أمهما أن يتمسكا ببعضهما البعض بشكل أقوى، لكنهما الآن في دائرة عداء لا يمكن إيقافه. وكأن ألم إلياس الذي يعاني من الندم بسبب غياب زوجته لا يكفي، عليه أيضاً أن يختار بين بناته. بعد أن علمت بهار بخيبة أمل أنها لا تستطيع حتى امتلاك هذه الحياة المزيفة التي تعيشها، فإن أتيش هو الذي يتواصل معها ويحتضنها بحبها، وتترك بهار منزل والدها مع أتيش. ومن ناحية أخرى، يحاول السلطان إحياء إفس ثقة أخته بطريقة أقوى. إنه يتجاهل أي شخص يأتي في طريقه، وهدفه الأول هو هوليا. من ناحية أخرى، تسعى هوليا إلى تنفيذ خطط جديدة من شأنها إزالة إفس من لقب أتهان إلى الأبد. وبينما اعتقدت إفس أنها خسرت كل شيء عندما تبرأ منها محمد أمير، جاءت الأخبار التي صدمتها من خالتها في مرسين، والتي لم تكن على علم بها. يطرق الموت باب عائلة ديميرجي بطريقة مؤلمة للغاية، ويقول وداعه الأخير لنوران جيلينبيك هيل بكل ذنوبه وحسناته. إلياس لا يكتمل بدون شريكة حياته،
تركت إفسون وبهار لاهثين بدون والدتهما، في حين أن أتيس لن يترك جانب بهار ولو للحظة واحدة في هذا اليوم المؤلم، فإن الجليد بينهما سيبدأ في الذوبان ببطء. بينما تعتقد إفسون أنها وحيدة وعاجزة في الحياة، فإن اليد التي ستمسكها من كتفها وتعيدها إلى قدميها هي السلطان، نصف والدتها. الحرب الحقيقية بين بهار وإفسون تبدأ الآن، قبل أن تتمكن من حساب أنه حتى لو فزت، فإن جزءاً منك يخسر دائماً. بينما تسير إفسون على الخط الرفيع بين الموت والحياة، من ناحية أخرى، تتعرض فوليا لخطر فقدان توأمها. محمد أمير في معضلة كبيرة، هل سيبقى مع إفسون أم سيهرب إلى فوليا الحامل بتوأمه؟ يثير موقف محمد أمير من هذه القضية جدلاً جدياً في عائلته ويزداد التوتر. عندما تشعر إفسون بالتحسن، تغادر المستشفى حيث تعالج، رغم كل اعتراضات الأطباء. عندما تحاول هوليا وإفسون التغلب على الأمر، تتعرض بهار لخطوة لم تتوقعها أبداً. التوتر المتصاعد في المنزل يجعل محمد أمير يتخذ قراراً خطيراً للغاية بشأن أخته هوليا. يقرر سلطان القيام بنزهة مع جيرانه على تلة الخشخاش لرفع معنويات إفسون والشعور بالارتياح. أثناء قضاء ساعات جميلة ومبهجة في النزهة، يعرف محمد أمير حقيقة صادمة من طبيب إفسون. تعاني ابنتها الوحيدة إفسون من مرض خطير لم يتوقعه أحد، ويجب اتخاذ الاحتياطات اللازمة في أسرع وقت ممكن. عندما يتصل محمد أمير لتحذير إفسون، قد يكون الوقت قد فات. عند وصولها إلى المطار، تشعر إفسون بخيبة أمل كبيرة عندما لا تستطيع ثني أختها بهار عن الذهاب إلى قبرص. من ناحية أخرى، تتلقى فوليا أفضل أخبار حياتها، إنها حامل. بينما يملأ هذا الخبر فوليا وهوليا بالفرح، فإنه يدمر مرة أخرى ثقة حسرة في الحب. بعد رحيل بهار، لا يستطيع أحد الوصول إلى إفسون لفترة طويلة. عندما يتم العثور عليه، فهو ليس هو نفسه ويتحدث باستمرار عن بهار. تقول بهار إنها لا تريد رؤية إفسون مرة أخرى، ومع ذلك، هناك شيء لا يعرفه بهار. في الوقت نفسه، يخبر الطبيب في المستشفى أقارب إفسون أنه يمكنهم القدوم لرؤيتها للمرة الأخيرة، لأن كل الأمل قد فقد ووصلت إفسون إلى نهاية الطريق. خطط هوليا لمحو إفسون من لقب أتهن إلى الأبد جعلتها تبدو مظلمة.